بصبح عليكم مرة تانية وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. نبدأ أخبارنا مع مباريات كأس العالم والفرق المتأهلة للدور ربع النهائي، واللي منها منتخب كرواتيا اللي حسم تأهله للدور الربع النهائي من مونديال 2022 على حساب المنتخب الياباني بالفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 لكل منتخب فيهم. دومينيك ليفاكوفيتش حارس منتخب كرواتيا تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مواجهة منتخب بلاده قدام المنتخب الياباني، وده بعد ما قدر يقود المنتخب الكرواتي للتأهل للدور ربع النهائي من مونديال 2022 بالفوز بركلات الترجيح، وتألق الحارس في المباراة وقدر يصد 3 ركلات ترجيح من لاعيبة اليابان. مايا يوشيدا قائد منتخب اليابان أكد أنهم قدموا كل حاجة أمام كرواتيا في المباراة اللي اتلعبت امبارح، وقال يوشيدا في تصريحاته بعد المباراة: ظهرنا بروح ومستوى رائع طول البطولة، وفخور جدا بفريقي وباللعيبة، وبشكر كل اللي تابعنا واتفرج علينا سواء في الملعب أو حتى على الشاشات. حقق منتخب البرازيل فوز مستحق على حساب كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1 في المباراة اللي جمعت المنتخبين على استاد 9-7-4. في المباراة كانت سهلة نسبيا للمنتخب البرازيلي، بالنتيجة دي تأهل منتخب البرازيل للدور الـ16 لمواجهة منتخب كرواتيا. تم اختيار نجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا أفضل لاعب في مباراة منتخب البرازيل ضد كوريا الجنوبية بعد الأداء الرائع اللي قدمه في المباراة. فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال اتكلم عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة سويسرا في دور 16 النهاردة ضمن منافسات كأس العالم، وقال سانتوس في المؤتمر الصحفي لمباراة البرتغال وسويسرا: مجموعتنا قدمت أداء ممتاز ومركزين كويس علشان نحقق الفوز. المنتخب السويسري منتخب منظم بيلعب بتركيز عالي، وده هيخلي المباراة صعبة. مرات ياكن المدير الفني لمنتخب سويسرا اتكلم هو كمان عن المباراة اللي هتجمع منتخب بلاده بالبرتغال، وقال إن التاريخ مش مقياس في المباريات اللي زي دي، احنا قادرين على تجاوز المنتخب البرتغالي وكل اللعيبة في حالة جيدة، وعندنا قائد رائع اسمه تاكاشا بيمتلك شخصية متميزة وبيعرف كويس يتحمل المسؤولية. لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أكد كمان أنه بيحترم المنتخب المغربي اللي بيضم عدد من اللعيبة المتميزة، وقال هنلعب قدام منتخب عنده حافز كبير بعد صدارته لواحدة من أصعب المجموعات، نتمنى نحقق نتيجة جيدة ونتأهل للدور اللي جاي. وقال كمان للعيبة أنه لازم نتدرب على 1000 ركلة ترجيحية علشان نكون جاهزين لأي سيناريو، خصوصا أن الركلات دلوقتي مش معتمدة على الحظ لكن أصبحت بتعتمد على الحراس. بيدري لاعب منتخب إسبانيا أكد أن القوة البدنية أهم عنصر من عناصر القوة اللي بيمتلكها المنتخب المغربي، قال كمان: نتمنى نحقق لقب كأس العالم، وبنتمنى تكون انطلاقتنا الحقيقية في المونديال النهاردة قدام المغرب. منتخبنا متعود على اللعب تحت ضغط، وخط الوسط اللي بيمتلكه المنتخب المغربي قوي بدنيا وهيضغط علينا كتير علشان بيبني هجماته المرتدة علينا. لعيبة المنتخب الإسباني استغلوا بعض الألعاب داخل معسكرهم لقضاء أوقات مسلية زي ألعاب تنس الطاولة والبلاي ستيشن، وده علشان يخففوا الضغط عليهم شوية قبل مواجهة المغرب. من ناحية تانية أكد وليد الرجراجي المدير الفني لمنتخب المغرب أن منتخب بلاده جاهز تماماً للمواجهة المرتقبة قدام المنتخب الإسباني، وقال الرجراجي: منتخبنا هيواجه واحد من المنتخبات المرشحة لحصد البطولة، مباراة صعبة هنقدم فيها كل حاجة عندنا علشان نسعد الشعب المغربي. الرجراجي كمان قال أن مدرب إسبانيا لويس إنريكي مدرب رائع وبيعرف كويس يتعامل مع الضغط. منير المحمدي حارس مرمى منتخب المغرب أكد هو كمان أن مواجهة إسبانيا النهاردة هتكون نهائي مبكر، عندنا أمل نسعد الجماهير المغربية ونهدي الفوز لكل واحد بيشجعنا في كل أنحاء العالم.
الحساب الرسمي لكأس العالم قطر 2022 أشاد بالنجم المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي تقديرا لدوره المهم مع منتخب بلاده قبل المواجهة المرتقبة اللي هتجمع المغرب وإسبانيا النهاردة ضمن منافسات الدور ال 16. وقال الحساب الرسمي لكأس العالم على موقع تويتر تحت عنوان حكيم لكنه ماهر، زياش لكنه ساحر، المغربي يملك كل الحلول وسيكون مفتاح لعب مهم لأسود الأطلس في مواجهة إسبانيا. النجم ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني أكد أن خروج منتخب ألمانيا من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم كان مفاجأة، وقال ميسي كمان أن كل المنتخبات متساوية، والمنتخبات اللي بيرشحها لحصد لقب كأس العالم هي البرازيل والأرجنتين وفرنسا وإسبانيا، وأن الأرجنتين قوة في كرة القدم ودايما مرشحة للفوز باللقب. من ناحية تانية بينافس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب منتخب التانجو نظيره جمال موسيالا مهاجم منتخب ألمانيا وكليان مبابي جناح فرنسا على اللاعب الأكثر تسديدا في مونديال كأس العالم 2022، وده وفقا لإحصائية عملتها شبكة أوبيتا للإحصائيات اللي أكدت فيها أن اللعيبة اللي سددوا أكبر عدد من التسديدات في مونديال 2022 لحد دلوقتي ليونيل ميسي 7 تسديدات وأربع فرص، جمال موسيالا على 6 تسديدات وخمس فرص، كيليان مبابي 5 تسديدات وخمس فرص. المدير الفني لمنتخب السنغال أكد أن منتخب بلاده لعب مباراة قوية قدام منتخب قوي وصعب وهو المنتخب الإنجليزي، وقال أنه ما عندوش أي مبررات للخسارة قدام المنتخب الإنجليزي، حاولت اللعيبة وعملت اللي عليها علشان تخرج بأفضل نتيجة ممكنة، لكن كنا يعني اللي كنا بنتمناه ما حصلش وفشلنا في تسجيل الفرص. كشفت فلافيا ناسينتو ابنة الأسطورة البرازيلية بيلي حقيقة تدهور حالة والدها الصحية ووضعه بالعناية المركزة، وقالت في تصريحات لشبكة جلوبو البرازيلية أن الكلام اللي انتشر بخصوص الموضوع ده غير صحيح على الإطلاق، والأسرة بتعمل على توفير أفضل رعاية له علشان حالته تستقر. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا مع زملائنا في الاستوديو. شكرا لك يا لامي.